أهلا بكم. كيف تقرأ تصريحات قادة الميليشيات في العراق التي يصفون بها أنفسهم أنهم بناة الدولة وأنهم من حمى الدولة؟ يتساءل العراقيون، كيف لمجموعة ميليشيات أن تبني دولة والعراق شاهد على أسوأ مرحلة في التاريخ الحديث يمر بها، حيث نسب الفقر والبطالة المرتفعة وتدهور قطاعات حيوية كالصحة والزراعة والتدهور الاقتصادي والسلاح المنفلت والنزاعات المسلحة بين العشائر والعصابات وغياب القانون الحقيقي العادل واستفحال المخدرات وكثرة الاغتيالات، فضلا عن الفساد الإداري في جميع مفاصل الدولة. القرار السيادي في العراق بيد من؟ هل بيد السوداني أم بيد الميليشيات أم بيد الإطار أم بيد السفير الإيراني أم بيد من؟ نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام تصريحات بعض قادة الميليشيات التي تدعي فيها وتقول إنهم بناة العراق وإنهم من حمى العراق، مثل ما صرح بذلك هادي العامري أحد قيادي الإطار التنسيقي وميليشيا الحشد. سيكون معنا في هذه الحلقة عبر سكايب كل من الأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك ومشاهديكم وبضيوفك الكرام. أهلا بكم. وأيضا سينضم إلينا الأستاذ محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ محمد. إذن مشاهدينا الكرام نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. يعاني العراق منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني في 2003 من أزمات وانتكاسات متلاحقة، فقد خلالها على يد الميليشيات التابعة لإيران سيادته وأمنه واقتصاده. العراق الذي حل في صدارة قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية تراجع بشكل كبير في مجالات كثيرة، منها التعليم والصحة والأمن، تبعه استهداف الكفاءات وهجرة العلماء، ثم النزاعات المسلحة وتهجير المواطنين وانتشار سلاح الميليشيات المنفلت، فضلاً عن تجارة المخدرات حيث تم القبض خلال أسبوعين فقط على أكثر من 17 شبكة لتهريب المخدرات، حتى أصبح العراق مركزاً إقليمياً لتجارة المخدرات وإنتاجها ومعبراً لتسويقها في دول المنطقة، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر لنحو 60% تكمن وراء الجرائم المستمرة والمتفاقمة، حيث سجلت محافظة كربلاء لوحدها أكثر من 1000 جريمة خلال عام 2023. القطاع الزراعي هو الآخر طاله الإهمال والفساد، حيث فقد العراق نحو 75% من أراضيه الزراعية بسبب أزمة المياه التي دفعت إلى هجرة كبيرة للفلاحين، ووصل إلى مرحلة الإفلاس المائي بعد فشل الحكومات المتعاقبة بالتعامل مع ملف المياه. رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الحاليان في العراق ليس لهم السلطة الكاملة على قرارات الحكومة، مع أن السوداني قال إن الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات، إلى أن الميليشيات التي تأتمر بأوامر السفير الإيراني في بغداد تقول غير ذلك. فذراع طهران في العراق هادي العامري يقول: نحن الدولة وبناة الدولة. إحنا الدولة وإحنا حماة الدولة ونحن بناة الدولة. والقيادي في ميليشيا الحشد أبو فدك يتحكم بمفاصل الدولة كيف يشاء لخدمة طهران، فمن أين تأتي السيادة لبلد تنهشه الميليشيات والعصابات من كل جانب؟ أستاذ عبد القادر، إلى أي مدى ترى أن العراق فعلا يمتلك مقومات الدولة عندما يتحدث بعض قادة الميليشيات ويقولون إننا الدولة ونحن من حمى العراق؟ من المعلوم تماما أنه في قاعدة بناء الدول أي دولة يرفع فيها أكثر من علم غير العلم الرسمي لها فهي ليست دولة، إنما هي مكون مجزأ
وبالتالي يحكمه مراء الطوائف. وإذا ما نظرنا إلى العراق نجد أن أعلاما كثيرة تمارس أعمالا باسم الدولة ولديها حقيقة أعلام خاصة بها واستراتيجية خاصة بها، وهي أعلى من الدولة بكثير. لذلك فإن الميليشيات المسلحة التي تقود الدولة الحالية هي نتاج طبيعي للاحتلال، لأن أي احتلال يأتي إلى أي بلد ولا يريد بناء دولة، إنما يريد بناء أمراء طوائف وميليشيات مسلحة وكونتانات يمكن أن تضعف هذا الوطن، وبالتالي تتعلق بالمحتل ويمكن استخدامها بعضها على بعض أو تستخدم كلها لخدمة المحتل. وإذا ما نظرنا فإننا نتكلم عن احتلالين مركبين في العراق وإن تعاونا معا، إلا أن هناك إيديولوجيات مختلفة في عملية الاحتلال في العراق، وهنا أقصد الاحتلال الأمريكي البريطاني من جهة والإيراني من جهة. فالاحتلال الأمريكي البريطاني يسعى إلى تدمير العراق، إلى إنتاج الفوضى، إلى تجزئة البلد، إلى إخراجه من معادلة التأثير التي تحيط بمجتمعه أو بالشرق الأوسط أو بالوطن العربي عموما. وبالتالي هذه مهمة إضعاف العراق، جاءوا بجيوشهم عبر البحار وجرى احتلال العراق، تعاونوا مع الإيرانيين الذين يسعون إلى الاستعمار الإحلالي، وهو أخطر أنواع الاستثمارات التي يسعى إليها الإيرانيون. فالإيرانيون يريدون حقيقة إحلال سكان العراق الأصليين كان آخرين، وهذا لا يتم إلا بدعم مجموعات مسلحة وميليشيات مرتزقة تهدف قتل السكان الحقيقيين. وهذا حقيقة أيضا لا يتنافى مع ما فعلته أمريكا بسكان الأمريكيين الأصليين الهنود الحمر. لذلك حقيقة هذه الإرادات الخبيثة التي اجتمعت لتمزيق العراق بالتأكيد ستسلم العراق إلى مجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الأيديولوجية الطائفية، والتي يمكن من خلالها تنفيذ هذه الأجندات. وبالتالي رفع في العراق أكثر من علم، وهو بداية الانهيار حقيقة لأي بلد عندما يرفع فيه أكثر من علم. ولذلك ترى أن هذه الأعلام كلها تعمل في سياقات أنها الدولة، وعندما يقول زعماء الميليشيات أنهم الدولة ذلك لأننا لسنا على مسافة بعيدة من الوقت، فالمالكي سعى إلى إنتاج دولة الميليشيات، وبالفعل جرى تسليم العراق لهذه الميليشيات، ومن قبله بول بريمر سلم العراق إلى 7 ميليشيات معلومة كلها تدربت ربما في إيران أو في غير إيران أو تم إنشاؤها بشكل جديد، لكنها كلها تحمل هذه الأيديولوجيات. لذلك الهدف الأساسي هو تدمير مؤسسات الدولة، تدمير الوطن، تدمير الشعب حتى يسود حكمهم. لأننا نحن أمام معادلتين، إما أن يكون هناك وطن، وبالتالي وجود الوطن الداعم من مصدر السلطة الأساسية وهم الشعب سيلغي وجود هذه الميليشيات والطوائف وأمراء الطوائف الذين يستفادون من تمزيق الشعب، والعكس صحيح. لذلك حقيقة هؤلاء يسعون إلى تدمير الدولة من أجل بقائهم. نعم أستاذ عبد القادر. أستاذ محمد جواد فارس، نظام المحاصصة له الأثر الكبير في تحطيم نفسية المواطن العراقي، ولكن مع وجود دولة الميليشيات هل ترى أن المواطن العراقي يشعر بأن بلده له سيادة؟ تحية لكم ولمشاهديكم الأكارم. بالنسبة لما حدث في العراق منذ عام 2003 وتجزئة العراق بهذا الشكل بين الميليشيات وحكومات صنيعة الاحتلالات، هذه هي اللعبة التي لعبها بريمر والأمريكان مع البريطانيين من أجل إضعاف العراق وتمزيق وحدته وكيانه. ولذلك نجد أن المحاصصة الطائفية التي ثبتت في دستور العراق، الدستور الذي عمله الأمريكان والصهاينة وفق إرادتهم من أجل أن يبقى العراق ضعيفا
وهم مسيطرين، وجاءوا بهذا الدستور إلى مجموعة من العملاء الذين جاءوا مع الأمريكان لحكم العراق من أجل وضع اللمسات الأخيرة لهذا الدستور، ولذلك خرج هذا الدستور المسخ وهو يعلن بشكل واضح أنه دستور المحاصصة الطائفية وليس للمواطنة أي دخل في هذا الدستور، وجرى الاستفتاء عليه، وذهب البعض من الذين فرحوا بمجيء الأمريكان للتصويت على هذا الدستور، وللأسف أنه هذه الحكومات التي جاءت هي حكومات صنيعة المحاصصة الطائفية، ولذلك نجد أن الحكومة هي بحد ذاتها تشكيلة من الأحزاب والميليشيات، كل منه لها حصة في الوزارة الفلانية وذاك في الوزارة الأخرى وإلى آخره. ولذلك نجد أنه هذه المحاصصة هي لعبت أقذر الأدوار من أجل تدمير المجتمع العراقي في كل المجالات، ولذلك المعاناة ليست بقليلة بالنسبة للعراقيين، إنها معاناة حقيقية، وهي معاناة للكاسب والكادح وكذلك الناس البسطاء من ذوي الدخل المحدود، بما فيها عمليا نسمع يوميا ارتفاع سعر الدولار، ولذلك نجد أن هناك سوق محلية ترتفع فيها الأسعار، وبما فيها لقمة عيش المواطن تكون كلش صعبة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. هذه هي الحصيلة التاريخية لهذه المحاصصة التي اجتمعت من أجل توفير إمكانية بث العملة الصعبة إلى إيران من خلال هؤلاء الذين جاءوا إلى سلطة الحكم وتعاقدوا مع الإيرانيين في كثير من المجالات، بما فيها عملياً تصدير الخضار وكذلك تصدير ما يعني أنه هذا المرض الذي جاء إلى العراق، مسألة أنه هناك قضايا أخرى تتعلق في مسألة المخدرات، وكلنا نعرف هذا العامل الأساسي في تدمير المجتمع العراقي. هذه هي الحصيلة التي جاءوا بها والتي يعاني منها هذا المجتمع العراقي معاناة شديدة، ولذلك أجد أنه من الضروري أن هذه الحكومة تنتهي إلى غير عودة. نعم أستاذ محمد، ابقى معي لو سمحت. أستاذ عبد القادر، الشعب العراقي كله يتوق إلى التغيير ويريد أن يكون بلده العراق مثل باقي البلدان التي يعني تتمتع بالأمن والأمان والعدالة وكذلك الثروات. العراق بلد غني، ولكن إلى الآن لم نسمع بأي مسؤول تم محاسبته على الفساد أو على تهريبه للأموال أو على مسؤوليته عن ضياعه لمليارات الدولارات من أموال العراقيين. كل حكومة تأتي تلو الحكومة الأخرى ويكون مشروعها هو إعادة أو إرجاع أموال العراقيين التي هربت أو التي ضاعت، كلها عبارة عن حبر على ورق. نتساءل عن القيمة السيادية لكل حكومة تأتي، سواء كانت يعني منذ عام 2005 وإلى الآن، القرار بيدها أم القرار بيد السفير الإيراني أم القرار بيد من؟ يعني من المعلوم تماما أن العراقيين الذين يريدون انتزاع وطنهم هم لا يحاربون هذه الطبقة السياسية، لأن هؤلاء وكلاء وأجراء ارتضوا لأنفسهم أن يكونون ضمن أجندات دولية وإقليمية لتخريب العراق مقابل الاستفادة الشخصية لهم، متناسين أن التاريخ سيلعنهم وسيكتب تاريخهم بأحرف سوداء لما فعلوه في العراقيين.
وبالتالي بالتأكيد هم ينفذون مبدأ أبي رغال. لكن العراقيين الآن لا يصارعون هؤلاء، العراقيين يصارعون أجندات دولية تقودها أمريكا وأجندات إقليمية تقودها إيران. وبالتالي العراق، الشعب العراقي الآخر الذي لم يساعده أحد إلى هذه اللحظة ولم يقف معه أحد، والكل يتفرج على مذبحة العراق التي يذبح فيها الشعب العراقي من الوريد إلى الوريد في جميع المستويات، سواء كانت هذه المستويات اقتصادية أو سيادية أو سياسية أو عسكرية وحتى اجتماعية وثقافية. الآن بدأنا مرحلة جديدة من مراحل الانحدار الثقافي يراد تسويقه على العراقيين، ويراد أن يقال للعالم أن هؤلاء العراقيين وهذه ثقافتهم. وعلى العكس صحيح، فالعراقيون لا زالوا رغم كل هذه المآسي يتمسكون بثقافتهم الحقيقية، وبالتالي يحاولون جهد الإمكان رفض ولفظ جميع هؤلاء الطارئين عليهم. لكن الصراع مع دول كبرى ودول منظمة، وهذا هو الحال، يطول حتى يتم انتزاع الوطن من قبل الشعب العراقي الذي هو المصدر الحقيقي للسلطة وهو المالك الحقيقي للعراق. بالتأكيد أن القرار، هؤلاء الوكلاء لا يمتلكون قرار، هؤلاء منتدبين جرى انتدابهم من أجل تدمير العراق، من أجل أن يكون لديهم مصلحة ونفوذ داخل العراق. هم كانوا يحلمون أن يدخلون العراق، والآن هم من يتسيد القرار في العراق. الهامش المعنوي لهم هو كل ما يخدم تخريب العراق يتم التغاضي عنه، وبالتالي يفعلونه في زيادة. لكن بالتأكيد القرار لا يمتلكونه. هناك من يرتبط بالجانب الإيراني والقرار الصارم بيد السفير، ودائما السفراء يأتون كضباط بالحرس الثوري الإيراني، لأن الملف العراقي ليس ملفا موجود على أورقة الخارجية الإيرانية أو على الدولة الإيرانية، إنما هو تابع للحرس الثوري الإيراني. وهذا ما يجعل أن المتحكمين بالقرار من زمن قاسم سليماني إلى الآن قاآني إلى السفير الإيراني يأتون سفراء فوق العادة. هؤلاء هم الذين يقررون، وهم الذين حتى تعرض عليهم أسماء المناصب الذي يتم إعطاؤها لغير المكونات الأخرى المشاركة في العملية السياسية الحالية دون أن تكون لديها أي صلاحيات، فقط لوازم تكميلية. لذلك لا يمتلكون قرارا بالمطلق. القرار لمن كان موجودا أو لمن هو مخول من إيران، وكذلك أطراف أخرى مع أنها تنسق مع إيران لكنها بالوقت الآخر تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي القرار بيد السفيرة الأمريكية أو السفير الأمريكي على مر العصور، سواء كان دوره ظاهرا أو مخفيا. وما الآن يحدث من زيارات مكوكية ومن قرارات واضحة ومن لقاءات مباشرة بين الأطراف السياسية وبين السفيرة. انقطع الاتصال مع الأستاذ عبد القادر، سنعود الاتصال به مرة أخرى. أستاذ محمد جواد فارس، بالعودة إليكم مرة أخرى، يا ترى بناء الدولة، يعني طالما يعني تتحدث الكثير من الرموز التي تدعو إلى التحرر من قيد الاستعمار وقيد المحتلين في التاريخ، كلها تدعو إلى التحرر وإلى البناء وإلى النهضة في اليابان، في ألمانيا، في كثير من الدول. يا ترى في العراق هنا تحديدا ابتدأ الاحتلال بموجة عارمة وسيل عارم من الاغتيالات للكفاءات والعلماء، والمحور المهم الذي ركز عليه الاحتلال هو المحور البشري. يا ترى بعد 20 سنة من الاحتلال الأمريكي للعراق، هل تجد أن مخرجات الاحتلال الآن موجودة من حيث السلاح المنفلت، من حيث نشر الجهل، من حيث نسب الفقر المرتفعة، كما ذكرتم أيضا تفشي المخدرات بين أوساط المجتمع العراقي، كل ذلك هل تعتقد بأن الاحتلال استخدم الميليشيات كأداة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي يشهدها العراق الآن؟ بالتأكيد، لأن العراق كما هو معروف عنه منذ ثورة 1920 مروراً بالنظام الملكي
والجمهوريات المتعاقبة ظهر علماء وأساتذة الجامعات وخريجي جامعات لهم باع في التأثير على بناء هذا المجتمع منذ العهد الملكي عندما أصبح مجلس الإعمار يضع الخطط القائمة من أجل تشييد وبناء العراق الجديد. ولكن للأسف بعد الاحتلال وهو المطلوب تدمير البنية التحتية للوطن العراقي أصبحت هناك ضرورات لديهم من أجل التخلص من المجتمع البشري وهم العلماء والعسكريين. ولذلك وجدنا أن القرار الذي اتخذه بول بريمر بأن يكون هناك حل للجيش العراقي، هذا الجيش الذي يعتمد من ضمن الحفاظ على سيادة الدولة من الاعتداءات الخارجية، حله بريمر من أجل أن يبقى هناك فراغ. هذا الفراغ استطاعوا أن يبنوه على عناصر من الميليشيات التابعة للسلطة التي جاءوا بها. العراق معروف عنه، هو من أنجب الشعراء من أيام الرصافي والزهاوي والجواهري وعبد الرزاق عبد الواحد ويوسف الصائغ وآخرين، والعلماء منهم عبد الجبار عبد الله وغيره من أساتذة الجامعات على جواد الطاهر ومهدي المخزومي. هؤلاء هم كانوا بناة هذا الوطن في التعليم وفي الاقتصاد، إبراهيم كوبا معروف عنه. كل هذه الأمور أرادوا أن ينهوها، ولذلك حتى المواطن العراقي من الأجيال اللاحقة التي عاشت تجربة السنوات ما بعد الاحتلال لم يجدوا أي مستطاع له من أجل القراءة والكتابة والتعليم. كل هذا لأنه المتعارف عليه أن هناك ناس أميين دخلوا إلى أروقة الدولة وأصبحوا هم أصحابين القرار. ولذلك فإن الدولة العراقية للأسف باتت بين أضلاع هؤلاء الذين هم مسيطرين عليها. وحتى المعروف أنه هناك علماء كانوا يشتغلون في مجال هندسة النفط وهم حريصين. المعروف عن الدكتور عصام الشلبي وهو الإنسان المعروف عنه في خبرته النفطية وأنشأ هذه الوزارة، وكذلك حتى وزير التموين الذي جاء بالبطاقة الشخصية أو بالأحرى البطاقة التموينية البطاقة التموينية هي مثال لسد ثغرة الحصار الجائر على العراق وتوفير لقمة العيش للعائلة العراقية. لكن للأسف هؤلاء جاءوا من أجل تدمير كل ما كان هو الأفضل والأحسن في بناء هذه الدولة. ولم تبقى السيادة، لم تبقى السيادة الوطنية، لأنه هم مسيطرين، الأمريكان والبريطانيين وكذلك إيران، كلهم مسيطرين على الدولة من أجل أن تبقى هذه الدولة ضعيفة لا حول ولا قوة لها، من أجل إرضاء النظام الصهيوني القائم في فلسطين المحتلة. كلنا نعرف موقف الجيش العراقي الباسل من أيام 48 وحتى الفترة الأخيرة التي شاركت في حروب 73 وغيرها من الحروب. كل هذه انتهت للأسف الشديد
على يد هؤلاء الذين تبنوا نهجا، هذا النهج مكتوب لهم وهم يطبقونه بحذافيره، ولذلك ضاعت ثروة العراق، نهبت، لم يبقى أموال النفط قائمة، الشعب العراقي يجوع وهو شعب كريم ومعروف عنه بتوفير إمكانية العيش الرغيد لهذا المواطن. للأسف أن هذه الدولة هي أصبحت دولة هزيلة وضعيفة، والمسيطر عليها هي مجموعة الأحزاب الدينية زائدا الميليشيات التي هي تمتاز بالسلاح المنفلت والتهديدات. وأبسط مثال ممكن ذكر أنهم يجهزون الآن من أجل إجراء انتخابات لمجالس المحافظات، ونسمع يوميا ويخبرون أهلنا في الداخل أن هناك مجيء مرشحين يريدون أصوات الآخرين حتى يعطون رشاوي لمن هو ضعيف النفس يقبل بهذه الرشوة، ولكن شعبنا أصبح شعب متفتح، وباعتقادي أنه لم يذهب إلى هذه الانتخابات إلا نفر قليل، وستكون هي انتخابات لهم وليس انتخابات للشعب العراقي، وهم سيأتون بمرشحيهم من أجل مجالس المحافظات حسب القانون الذي سنوه والذي فصلوه على أنفسهم سانتليغو. ولذلك نجد أنه هذه الانتخابات ندعو كل شريف عراقي أن لا يذهب ولا يصوت لهؤلاء، لأنه عانى الأمرين منهم، فما باله أنه إذا أتوا مرة ثانية إلى مجالس المحافظات ستكون نفس النغمة المترددة والمتذبذبة لديهم. نعم أستاذ محمد، إذن الشعب العراقي قال قولته في ثورة تشرين بأنه رافض لهذا النظام، نظام المحاصصة، ورافض لنظام دولة الميليشيات التي جابهته بالقمع وبالنار والحديد. في جميع الدول المتقدمة ينظر إلى المواطن على أنه محور التنمية، ولكن في العراق ينظر له على أنه يجب تجنيد هذا المواطن لخدمة هذا النظام. هذا الموضوع سنتحدث به مع الأستاذ عبد القادر نايل، ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معنا. دلالوش يا الولد يا ابني دلالوش، وعدوك سكن بيتي دلالوش. حدثت جريمة كبيرة بحق الإنسانية ضد القوانين الدولية، وعلى الرغم من ذلك تم إغلاق الملف. هرول أموتكم وعلي. ما حيوانات بس البشر قاعدين به اللي ماكو حكومة عراقية. هناك من مات في الصحراء، وهناك من ذهب باتجاه بغداد وأغلقت في وجهه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة نناقش الميليشيات في العراق وكيف استخدمت استراتيجية هدم الدولة 20 سنة على احتلال العراق. أستاذ عبد القادر النايل، كيف استخدمت الميليشيات استراتيجية صناعة الأعداء من الداخل العراقي، وبالتالي يعني تتحدث عن أنهم حماة الدولة وأنهم من بنى الدولة؟ لا نتحدث عن البناء، ولكن نتحدث هنا عن موضوع الهدم. هذه الاستراتيجية هل لك أن توضحها لنا؟ تعلم تماما أنه المشروع الذي جاء إلى العراق هو مشروع التدمير والهدم، وهذا المشروع يخدم دول إقليمية ودول مجاورة للعراق كما يخدم إيران بالدرجة الأساس. إزاحة الشعب العراقي عن مصدر القرار هو سيضعف العراق، وبالتالي إضعاف العراق مصلحة. لو كان العراق قويا، الآن هذا السؤال المعاكس للجواب الذي تفضلت به، هل يمكن لإيران أن تتمدد في سوريا ولبنان واليمن بهذا الطريقة وتهدد كل الدول العربية؟ الجواب كلا. لو كان العراق قويا، هل يمكن لعصابات الكيان الصهيوني أن تستفرد بغزة بهذه الطريقة البشعة؟ الجواب كلا. هل يمكن أن تتعرض نازلة كما يتعرض السوريين الآن إلى عمليات التهجير القسري، ويبقى العراق يتفرج أو ينظر إلى السوريين وهم في شتات الأرض دون أن يوفر لهم حماية ولجوء في العراق؟ الجواب كلا. إذن عملية إزاحة العراق من مصدر القوة والقرار كان هدفا استراتيجيا للاحتلال، وهو هدف آخر ثانوي لكل الدول المحيطة. لذلك لو كان العراق قويا لما ذهب نصف ميناء الفاو، ولما جرى عملية إنتاج ميناء مبارك لخنق الميناء الموانئ العراقية. وبالتالي إيران تطمح بأن يكون الطريق من ميناء الخميني إلى ميناء طرطوس آمنا وسالما في العراق، فكيف يمكن لهؤلاء أن لا ينتج عنهم سوى الهدم؟ لذلك عملية الهدم وعملية تدمير الدولة من الداخل هو هدف استراتيجي لبقاء هذه العصابات والكيانات المسلحة داخل العراق وتتحكم بالدولة العراقية وبمؤسسات الدولة العراقية. وبالتالي قد رأينا أن من يزداد هدمه وتدميره للعراق يتسنم مناصب حكومية. هذه العصائب عندما فككت مصفى بيجي، عندما قتلت العراقيين على الهوية، بل اعترف من أسسها أو من خرجوا من تحت لوائه أن رئيسها قتل 1300 شخص من المكون السني بحجة الانتقام لأخيه. إذن هذه العقول ما الذي تم إعطائهم؟ أعطاهم وزارة التعليم، والآن يتم تدمير التعليم وعقول الطلاب بشكل كبير وممنهج. لذلك حقيقة كل ما ازداد هؤلاء في تدمير العراق وهدم العراق من الداخل، ازدادت عملية إعطائهم فرصة البقاء والمناصب والأموال، وبالتالي لا أحد يسائلهم عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد الإداري والمالي الذي يسيرون عليه. وكل من يخرج من يعني عكسهم، أو ربما يحاول أن يجد لنفسه موطأ قدم، يتم إزاحته. وما حدث الآن عندما تم إزاحة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان من قبل الميليشيات، ليس لأنه جيد، بل لأنه خدمهم، وبالتالي أراد أن يؤسس لنفسه موطأ قدم بعيدا عنهم، تم إزاحته بالكامل. لذلك هم يبنون الدولة على ما يريدون من أجل أن تبقى الدولة تخدم هؤلاء أمراء الطوائف وتحت سلاحهم، وبالتالي يتم فرض الأتاوات والقرارات على الشعب العراقي، والكل لا يستطيع أن يتحكم بشيء لأن السلاح الموجود في أيدي هؤلاء، ولأن هؤلاء يقتلون باسم الدولة ويركبون سيارات باسم الدولة وأسلحتهم مجازة باسم الدولة ويعتقلون باسم القضاء، والكل يسخر لخدمتهم. لأن الذي جرى عملية تأسيس هذه المؤسسات المهمة سواء الأمنية أو القضائية هي بإشرافهم ومن الذين يوالونهم، وبالتالي يتحكمون بمصير العراقيين من خلال أنهم
يمتلكون القرار الأمني تحديدا، هذا هو العمود الفقري لسبب بقائهم وتحكمهم بالشعب العراقي، لأن القرار الأمني الذي فيه الاغتيال وعدم المحاسبة وفيه الاعتقال وعدم المحاسبة وفيه إرهاب الناس وتهجير الناس، وبالتالي كل هذه يفعلونها الجرائم الشنيعة الإرهابية ولا أحد يحاسبهم لأنهم أصحاب القرار، جعلتهم يتمددون وجعلتهم يهدمون الدولة من الداخل. وإلا كيف يمكن لعاقل أن يرى أن الشعب العراقي يعيش الآن الفقر ويرتفع الدولار، وبالتالي هناك عمليات خنق حقيقية لقوت العراقيين، هناك تدمير لصحتهم، هناك تدمير لمدارسهم، وبالتالي يسكت على بقاء حكم هؤلاء، سوى أن هؤلاء يتحكمون بالقرار الأمني مدعوما من الخارج. لذلك هم أسسوا عمليات الهدم والتدمير داخل مؤسسات العراق حتى يبقى وجودهم هو الأساس، لأن وجودهم بالأساس من الذين أوكلوهم في إدارة العراق هو لتدمير العراق، لذلك يسعون إلى هدم العراق من الداخل، وبالفعل قطعوا أشواط كثيرة، ونحن الآن في تراجع كبير على جميع المستويات، وهذا ما يفسر على أن هؤلاء لدى أسيادهم ناجحون في هدم الدولة من الداخل. نعم، الذين أوكلوا الميليشيات إدارة العراق هم الاحتلال الأمريكي. أستاذ محمد جواد، بالعودة إليكم مرة أخرى، هادي العامري لوح باستهداف أمريكا في حال تدخلت في فلسطين، مع أن الولايات المتحدة هي التي جاءت بالميليشيات في العراق من بعد العام 2003. الميليشيات تزداد قوة، سواء بالمال من أموال العراقيين طبعا من ثروات العراق، وكذلك بالسلاح، وبالإضافة إلى ذلك أن الميليشيا، هناك من الخبراء العسكريين يصف الميليشيا ميليشيا الحشد بأنها ميليشيا إقليمية وليست ميليشيا محددة فقط بالحدود العراقية، يعني بإمكانها أن تتنقل في كل المناطق خارج العراق تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني. في هذه الحال من يقف بوجه ميليشيا تمتلك المال وتمتلك السلاح في العراق؟ باعتقادي أنه الطالب اتمرد على أستاذه، فالأمريكان هم من جاءوا بهؤلاء وساعدت إيران بدخولهم. يعني تمرد حقيقي أم فقط الإعلام؟ لا، تمرد حقيقي. هم شنو يعني إعلاميا يردون يظهرون بمظهر وكأنهم الحريصين جدا على القضية الفلسطينية، ويعتمدون بذات الوقت على المساعدات الإيرانية من المال والسلاح. أما وجود الحشد الشعبي واتخاذه بمواقف أبعد من العراق فهذه ليست بمنطقية، وإنما مجرد هوبزة من أجل تمكين هذا الحشد كالحرس الثوري الإيراني، مجرد أن يقوم بأفعال ومهمات توكل له. باعتقادي أنه هذه الأمور التي جاءوا بها في توجهاتهم حول القضية الفلسطينية هي ليست بشكل دقيق حريصين جدا على حل هذه القضية بالشكل الذي يريده الفلسطينيين بالذات. الفلسطينيين هم أصحاب القضية وهم الذين سوف يحررون بلدهم. حسب اعتقادي أن الدول التي كانت تعاني من الاستيطان هي بالذات الجزائر. طيب. كان حوالي 150 سنة وأخرج الفرنسيين بثورة تحرر شعبية أصبحت الجزائر حرة عربية. الآن وكذلك البلد الثاني هو جنوب أفريقيا. الآن الميليشيات ليست فقط في 250
البريطانيين مسيطرين على هذا البلد بثرواته وبقواه العاملة وكل الأمور، لكن هناك ظهر قادة حقيقيون من أجل سيادة الوطن وتحريره وانتهت. فالقضية الفلسطينية هي ليست بالمزاد العلني لهؤلاء المتاجرين بالقضية، وإنما قضية شعب له حقوقه ومعروف بأن هذا الشعب هو صاحب الأرض، وجاءوا هؤلاء المستوطنين من بلدان متعددة. هذه الشعارات أستاذ محمد ليست جديدة، الشعارات موجودة من 1979 أن بغداد ستكون الطريق إلى القدس، وهم الآن يحاولون الدخول إلى الحدود الأردنية في حين أن الحدود اللبنانية مفتوحة والحدود السورية مفتوحة على فلسطين على الكيان الصهيوني، مع ذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة. هذه الشعارات التي يمتلكها أو التي يصرح بها الميليشيات، مثل شعارات بناء الدولة في العراق، مثل شعارات نحن حماة الدولة في العراق، هناك شعارات تطلقها الآن يعني بعد ابتداء معركة طوفان الأقصى. أستاذ عبد القادر، الغاية من هذه التصريحات وهذه الشعارات مع وجود غطاء أمريكي منذ عام 2003 إلى الآن، مع وجود يعني الحرس الثوري الإيراني، مع وجود القوة، مع وجود الثروات العراقيين بخدمتهم، يا ترى هل تعتقد أن المشروع الإيراني الآن أخذ يتفوق كثيرا وأخذ يزداد نفوذه مع الداعم الدولي له؟ من المعلوم تماما لولا أمريكا لما تمددت إيران، وبالتالي إيران استطاعت أن تحيد مكون كبير ومهم في الشعب العراقي من مقاومة الاحتلال، وبالتالي من قتل المقاومة وعمل على خنقها ومطاردتها والعمل المستحيل لإجهاضها هم الإيرانيون. المقاومة في المناطق السنية يعني دمرت ولوحقت من قبل الإيرانيين، الأمريكان باستخباراتهم لم يستطيعوا تصفية المقاومة العراقية بهذا الإطار. لذلك حقيقة لا يمكن لشخص أن يكون أداة من أدوات المحتل ثم ينقلب على المحتل مطلقا، سيبقى بهذه الأداة، وإنما هذه الأدوار مرسومة لحجز العراقيين عن دورهم الحقيقي، حتى يقال أن هناك مقاومة موجودة ضد الأمريكان. طيب ما هو، هل قتلت جنديا أمريكيا منذ 20 عاما إلى يومنا هذا؟ الجواب كلا. هل الصواريخ تقع على آليات أو مقرات للأمريكان؟ الجواب أنها تقع في تربة وفي جدار بالقرب من هذه القواعد. إذن هذه مقاومة يعني VIP بالتأكيد. الأمريكان يعني مبسوطين ومسرورين أن تكون هكذا مقاومة موجودة ومتحكم فيها، وبالتالي لا تخدش أمريكيا ولا تقتل أمريكيا. وقد رأيتم تصريحات ترامب واضحة بصريح العبارة، قال بلغتنا إيران قبل قصف قاعدة عين الأسد وأنها لن تؤذي أمريكيا. إذن هذه الأدوار المترتبة تجعل من أن لا يمكن لأحد أن يتحرك، بحجة أنه إذا تحرك سيكون من ضمن خندق المقاومة التي ترعاها إيران، وبالتالي هنا حيد، وهذه جزء من عملية الخطة في تحييد المقاومة الحقيقية عن دورها أو تأجيل أفعالها التحررية لاستعادة البلد إلى وقت آخر حتى لا تحسم على الجانب الإيراني. ولذلك حقيقة الشعارات المرفوعة باتجاه الكيان الصهيوني هي شعارات فارغة جوفاء. الآن أنت يعني أثرت قضية مهمة وهو منفذ طرابيل الذي هو منفذ آمن مفروض ويدخل الناس فيه بين العراق والمملكة الأردنية، ويكاد يكون المنفذ الوحيد الذي إيراداته تصل إلى خزينة المال العراقي بطريقة نزيهة. هذا المنفذ الآن يجري عملية التظاهر. ما علاقة الحوثيين الموجودين الآن في طرابيل؟ وهي معلومات سأكشفها لأول مرة عبر قناتكم. ما علاقة اللبنانيين الموجودين في قرب منفذ طرابيل؟ ما علاقة العشرة إيرانيين منهم 5 ضباط موجودين في الخيمة الخامسة
في المعسكر القريب على منفذ طرابيل. ماذا يصنع هؤلاء؟ هل هؤلاء عراقيون يسمح لهم بالتظاهر للدخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية التي لا يحتاج شعبها الذي يغلي يومياً بتظاهرات كبيرة ومواقفهم الرسمية داعمة، بل تكاد الدولة الوحيدة الذي أنزلت أدوية وبعض الأمور الأخرى إلى مستشفى الأردن الميداني داخل غزة؟ ما علاقة هؤلاء الأجانب يتظاهرون قرب منفذ عراقي؟ ولماذا تسمح لهم حكومة السوداني بهذا الإجراء؟ أليس هذا تواطؤاً وتبادل أدوار؟ وهذا يؤكد على سؤالك في بداية الحلقة أن هؤلاء أقوى من السوداني، وأن السوداني وغيره موظفون لدى الميليشيات التي هي تتحكم بالدولة بالكامل. ما علاقة هؤلاء؟ ما الطريق مفتوح من القائم الذي يحتله الميليشيات إلى سوريا، إلى الجولان، إلى جنوب لبنان؟ بل أكاد أجزم أن أفضل حدود ضبطت لصالح أمن الكيان الصهيوني هي الحدود السورية من قبل بشار الأسد، والحدود اللبنانية من قبل حزب الله. ولذلك لا نرى لا تسلل لا لعسكر ولا متطوعين ولا لسلاح يتدفق إلى فلسطين، ولذلك فلسطين محاصرة من هاتين الحدين. لذلك لو كانوا صادقون لذهبوا إلى هناك، لكن هم يفاوضون لأن هذا المنفذ الوحيد كما قلت لك ليس خاضعا فيما مضى لسلطة الميليشيات. ولذلك المعلومات التي يكشفها عبر قناتك لأول مرة أن التفاوض الآن يجري لإعطاء حصة للميليشيات من منفذ طرابيل حتى يتم سحب المتظاهرين من التظاهرات قرب منفذ طرابيل. هذه النسبة ستكون حتى على المسافر العادي، سيدفع في مكتب الميليشيات مبلغا ماليا عندما يريد أن يذهب إلى العلاج أو إلى غير ذلك إلى عمان، وإذا أراد أن يدخل للعراق من منفذ طرابيل سيدفع عتاوات لهذه الميليشيات. شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد جواد فارس، الكاتب والباحث السياسي العراقي. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.